يعني بارت من البيمنت هو اللي انا مثلا بستعمله اذا حدا بيحول لي من بار لبار من بارات لبنان للبنان لما يقطع البنك. So we're gonna mention it. It's not the optimal solution. I'm not here from a financial perspective to get money, but it's the best available option مع الوضع الموجود الا اذا اقرب بالدولة انه عن جد فلاش ماني بيقدروا الاشخاص يطلعوها بسيطة يعني بالقانون اللي عم يعملوه بالوزارة. So until now we have 17 voting and we have 43 participants. We're going to have many questions throughout the session. So would you please make sure that you're watching into a slide or you're on your phone, you're on your web, and you logged in and answering this question that you're on your screen and answering the question. We're going to have 2 minutes to finish, just to make sure that everyone has joined. All right. We will wait. Meanwhile, أنتوا على سلايد بس تخلصوا يعني يكون مبين من الأسئلة. But you can put any question you have once we close the poll. تحتاج كمان أراهم أن تبقى able to answer the question along the way. So هلا هيك good news أصلا إنه almost يعني 50% لا أكثر برا 50% بين أصل كمال وأكلويد. هلأ حتى أنا يعني كان شفيق عم بيقول إنه أنا I have Libro بس إنه مثل أغلب الأشخاص اللي تأثروا بالفاينانشال كرايسس so no I'm working remotely من هون لل UAE مش throughout هيدول البلاتفورمز بس throughout يعني الكونكشنز. عشان هيك أنا I want to mention LinkedIn on how you create your professional PR لأنه البروفيشنال PR is very important to try to get opportunities and general work opportunities أو remote يعني. تونس از نوت كلير شباب بدي اطلب بليز من الكل الموجودين معنا يعملوا ميوت بس ساره هي تحكي تكون الصوت اوضح للجميع. اوكي الثين في بعض الاشخاص عم بيحطوا الارض على البيت. So as I told you what we're gonna check today هو في الاشخاص اللي عم يسمعوا بليز الارض والهيدا بس to make sure انه we're not doing that. حنشوف شو هو رح يكون the future of job in the next 4 to 5 years لانه انا اذا بدي اشتغل على حالة أعرف أي سكيلز أطورهم ولاقي ريموت ورك بده يكون أنا عارف أصلاً شو هي الوظائف اللي رح تكون افيلبل أنا أقدر أعملها أونلاين أو حتى شو رح يكون مستقبل الوظائف ككل. وأصلاً طالما نحن رايحين وعم نستعمل هالقد التكنولوجي اليوم قسم كثير كبير منه لو شو ما كان الباك جراوند تبعي لو كنت أنا أكونتنج لو كنت حقوق لو كان حيلا شيء لازم يكون عندي بارت اللي خاصة بالديجيتال سكيلز وكيف أنا أقدر أستعمل الكمبيوتر إن ذا موست أوبتيمال واي لأقدر أنا ألاقي أنا ريموت ورك أوبورتيونيتي. So, حنقدر شوية وقت. I'm gonna be very quick بالسيشن لأنه we had only 1 hour مثل ما حكينا مع شفيق. بس أنا هيدول السلايدات كلهم I'm gonna share with you the link. So, بتقدروا أنتوا ترجعوا تشوفونا على رواق and feel free to ask me any question if you want, يعني even after the webinar. We're gonna talk quickly على how to write your CV لألكم ليه لأنه حتى على remote work platforms if you want to create your own portfolio أو بدكم تخلقوا البروفايل تبعكم you have to تحط الانفورميشن تكون عن جد valuable وتكون attractive لأنه لما نحكي نحن remote work platforms يعني Upwork أو Upstart اللي حنشوفهم عندنا ملايين الأشخاص they log in على هول الابلكيشن فكيف تخلوا البروفايل تبعكم to stand out لتقدروا انتم تلاقوا الوظائف بأفضل طريقة يعني لتقدروا انتم to get actually the project to plan the project. هنحكي على LinkedIn كمان quickly وبالآخر حنشوف remote work platform و some useful tools اللي معقول تحلق حياتهم يعني بالبقية خصوصا انه هلا نحن لوكداون.
هيدول الستارت اللي حنشوفهم على الفيوتشر اوف جوبز هن لان قطعهم الورد ايكونوميك فورم بالفيوتشر اوف جوبز ريبورت بسنة 2018. So, الفكرة انه بسنة 2018 كان تقريبا الهيومن عم يشتغل 41% من الوظائف و 29% على الاوتوميتد. اذا انا بدي اشوف شو رح يكون الحالة within 4 years يعني in 4 years شو رح يكون الابديت. خلينا ما حنولع انا حيقولوني in 4 years تقريبا حتصير almost 50-50 نص الجوب حتسلمهم الماشين. لما انا احكي ماشين يعني software هول software that we download كثير قصص نحن من ننزل application هلا يمكن ما بعرف البيتي بدل ما انا to go and pay يمكن $50 بالشهر عم بقدر انا نفس الابليكيشن $7 بالشهر بقدر انا امشي فيها واعمل البروجرام تبعي. مش عم نقول الافشنسي هي زيفة بس a lot of companies are going towards automating لغبار كثير انا بقول employees اقل لانه هيدا طول عم يقدر يعمله. هلا الشيء اللي نحن بدنا نسأل حالنا فيه هل هيدا الموضوع بدي يخوفنا؟ يعني هل انا عن جد جاي الاله وتاخذ محل الانسان ورح يبطل عنا وظايف بس لانه كل شيء عم بيصير اوتوميتد؟ لا هذا الشيء مش مضبوط لانه انا رح اخسر 75 مليون وظيفه in the next 4 years بس انا رح اربح بالمقابل 133 مليون وظيفه. بس مش معناتها اذا انا طورت المهارات تبعي اللي بتتناسب مع الفورث اندستريال ايفولوشن مع النيو سكيل سيت اللي انا عندي اياها definitely انا بقدر الاقي محل بالماركت وبقدر الاقي وظيفه. بينما اذا انا ما طورت حالي وما طورت كل المهارات اللي هي لازمه ممكن كثير يصير عن الفورد. هون ما عم نحكي بلبنان او بدول العالم الثالث هيدا الموضوع في ريسك كثير كبير بنص سويسرا بامريكا everywhere لانه في عندنا سكيل جاب كثير كبيره الماركت صار عم يذكر مش كل الجامعات بعرف نحن بلبنان عندنا جاب بين الجامعه والماركت بس حتى بدول العالم ستانفورد يونيفرسيتي ما بيلحقوا يعملوا كوبينج مع الفريق اللي بيقدروا يعملوا له ابديت لانه بقلب الجامعه بده يقطع بمفعل الواحد وتشين كل العالم اذا ما هن عم يعملوا سيلف ديفلوبمنت صاروا بيريسك انه هن ما يقدروا يطوروا حالهم لانه يقدروا يطوروا على الماركت. وبس ولا شيء ممكن كثير شغلات فيسبوك مثل جوجل وغيرهم هلا اخر همهم اذا واحد معه شهاده بس اذا قادر يفرجي هو شو اشتغل اكشلي البروجكت بالاشياء العمليه. يعني الشهاده لحالها دبلومه مش هي اللي بتعطينا الفاليو. نحن عم نعطي فاليو لو ما عندنا دبلومه وهيدا ما بيبين الا بالشغل اللي عملناه. حنشوف كيف الشغل التطوعي كثير مهم لانه انا مش على طول حقدر اعمل بروجكت تطلع لي مصاري بس ما لازم هيدا الشيء يكون شرطه في العقل. انا لازم اعمل اكسبيرينس وطور هيدي المهارات تبعي بالاول بتكون فور فري وبالتالي رح ارجع اطلع مصاري منها وبتفيدني كثير. يعني حنشوف قديش العمل التطوعي بتفيد الشركات كومبيرد للعمل العادي. اذا انا بدي اقول يعني هيدا I'm gonna go through it quickly بس اذا بدكم in general شو الوظائف اللي انا رح اخسرها. اذا انا بجي كل يوم مثلا بعمل داتا انتري عندي هالاكسل شيت عندي ورق بعمل داتا انتري هيدول الاشخاص اللي بعمل نفس الوظيفه كل يوم بلا ما غير فيها سنه ورا سنه ورا سنه هيدا definitely معقول يقدر الكمبيوتر يعمل لي اياها مور افشنت لانه نحن بنغلط كهيومن بين عاده الاله بتغلط اقل وقت اسرع بكثير بدل عم نشتغل ليل نهار الكمبيوتيشن تبعها عاليه. بينما هيدي الاله بالنهايه مين بده يعلمها كيف تشتغل؟ مين بده يعرف يستعمل هيدي التكنولوجيا الجديده؟ لانه انا شو ما كان السوفت وير اللي عم نزله في حدا عم يعمل ديزاين لهيدا السوفت وير، شو بدها تعمل هيدي الابلكيشن؟ بدها اشخاص اكسبرت عندهم خبره بهيدا الدومين المعين ليقدروا هن يعطوا هيدي الداتا لحتى يقدر السوفت وير يشتغل. وبدي اشخاص يعرفوا كيف يرجعوا يطوروه ويستعملوه، وطبعا بدي اشخاص يعرفوا كيف يعملوا ديفلوبمنت، يعني المبرمجين اللي بدهم يكتبوا لي كل هدول البرامج لانا اقدر استعملها. عم نشوف نحن هلا مع الكورونا فايروس قديش الهيلث تك مهم، صحيح اطباء وصحيح نيرسز يمكن ما دخلهم بالتكنولوجي، بس عم نشوف انه يمكن هالقد عم بتكون نتائج سريعه، ليس لحالها اللي بيقولوا انه قبل كنا نقول البترول هو اهم عمله بالعالم، بينما العمله الحقيقيه هي الداتا. عشان هيك بنلاقي شركات مثل جوجل وفيسبوك ممكن تكون طبعاً حتى أكبر من صوت الجوبرمنت لأنه عندهم هيدي المعلومات عن كل الأشخاص اللي هم سبسكرايبد عندهم على الأبليكيشن. So data is the new oil. كيف أنا بدي أجمع data
كيف بدي اشتغل بهيدا الداتا، هيدا شيء كمان مهم، وهيدول نوع الوظائف اللي رح يكونوا كمان مهمين. حتى بما يتعلق بالماركتينج، اذا انا بدي اطلع هلا على الجامعات بعد ما ندرس ماركتينج، كيف انا بحط على البيلبورد او كيف بحط قصص ثانيه، او حتى اذا بدي اعلم الاشخاص كيف يعملوا ضجه الماركتينج، بدهم يروحوا يكتبوا على البوست على فيسبوك. بينما هي حتى الماركتينج صار في علم بيانات من ورا، لانه انا ما في ادفع $100 بس على دعايه على فيسبوك بلا ما انا اقدر اطلع ROI اللي هو ريتيرن اون انفستمنت. يعني انا دفعت $100 على الاقل انا بدي ابيع $100 فما اكون خسران. فهيدا العلم اللي انا كيف اتاكد عم طلع مصاري اكثر هو كمان في فرق منه علم البيانات. حتى لو انا ماركتينج باك جراوند فكثير مهم انه انا اعرف اتعاطى بقلب الداتا. الهيومن رول كثير مهمة، لأنه قد ما الماشين اشتغلت الماشين ما فيها تكون هيومن، عشان هيك بطل يسمون بسوفت سكيلز، صار عم يسمون هيومن سكيلز. الهيومن سكيلز هي كل شيء الآلة ما فيها تعمله. يعني أنا إذا بدي أقدر بيع سيرفيس بدي يكون عندي مهارات معينة لأقدر أنا أبيعها. إذا أنا الوقت أريد أتيم، إذا أنا مثل ما تعتبروا أنا هلا كيف بدي أقدر أطلع لبنان الوضع اللي أنا فيه كحكومة؟ ديفينتلي قد ما نحن كان عندنا داتا وأوتوميشن ما بتكفي، I need the right leadership. التيم المضبوط اللي عنده needed human skills أنا أقدر أحسن الوضع اللي أنا فيه. كل أشخاص عندهم innovation. Innovation is very important. اللي هي أنا مش إذا صار عندي مشكلة بالسيستم وبقول ما بقى في عمل شيء. Innovation هي لما أنا حتى بقلب شركة ما بسمع عند المدير تبعي مثلاً بقول له والله عندي هيدا المصيبة ما بعرف شو بدي أعمل دبر راسك. بدي أنا أطلع على طول مع حلول بديلة أقترحها. هي innovation. لو كنا عم نخبط، أنا ياما خبطت بحياتي بس علمت إنه next time جرب لقى solution تاني لأنه هيدي كانت غلط. So innovation is very important. وثلاث أرباع الانترفيو question هلأ بيصيروا عم بيصيروا لحتى يقدر يشوفوا قديش innovation level عند العالم عالي، قديش إذا نحن عطيناكم case أغلبهم عم بيكون case study. يعني إذا أنا عطيني case للأشخاص كيف هن عم يحللوا هيدا الكيس وكيف عم يقدروا هن يرضوا علي وكيف عم بيجاوبوني شو الأفكار اللي عم يطلعوا فيها. عم بيكون something very important interacting candidate woman. كل شيء خاصه بالactive listening. يعني أنا شو يعني active listening؟ يعني أنا كون عم بحكي أنا وشخص في فرق ما كون أنا عم بحكي معه ناطر ليخلص لجاوبه، بكون عن جد عم بسمع لبيس على اللي عم بسمعه إياه أنا أعرف شو جاوب. نحنا كلنا منفكر إنه we are doing active listening، بس صراحة هذا شيء صعب الواحد يعمله. We need to practice كل الوقت، خصوصا لما نكون ب emotional state ونكون stressed إنه نحنا عم جد نقدر نعمل active listening. بس هذا what makes people be better leaders. يعني حتى بالtechnical field ممكن شخص يلاقي وظيفة أحسن بكثير لو في غيره technically أقوى، بس لأنه هو عم يقدر إنه يخلي كل التيم وكل الأوسم تبع التيم يكون أقوى. So soft skills are very important. وهيدول لازم نعرف السيري، بس we need to practice them كمان. مش نقنع حالنا انه عنا اياها. انا كثير علقت باخطاء، كثير اخذت فيدباك، وبعد المشوار قدامي طويل بدل اتعلم بكل هالقصص، لانه على طول في هيدا النكست ليفل اللي نحن بدنا نتعلمه من هيك شغل. بالنسبه لموضوع السكيلز اللي هي needed، تقريبا عالميا حنشوف انه 42% من اليد العامله نحن بحاجة لنعمل upskilling، يعني حسنوا المهارات تبعهم وإلا ممكن يصيروا بخطر يكونوا عاطين على العمل. إذا بدي أطلع بهيدا الجراف هون شوف إنه تقريبا حاطين بالستاتستيك 13% بدهم أقل من شهر، شهر يعني عم بحكي شهر كامل يقعدوا الأشخاص يشتغلوا على حالهم ليقدروا يطلعوا المهارات المعينة. في ريسكيلينج بحاجة من 3 إلى 6 أشهر. بأكد لكم إنه ما في ولا شركة رح تجي تستثمر بموظفينها 6 أشهر تكون هي عم بتمرنهم وهن بهالوقت ما عم بيكون عندهم إنتاجية بالعمل. عشان هيك عنا دور كثير كبير بالسلف ديفلوبمنت تبعنا لحتى نقدر نعمل هيدا الشيء. ورح نشوف هلا شو هن الفري كورسز. أنا بجرب بكل شيء بالويبينار تقولي حط الفري ستاف إسبشلي مع هالكرايسيس اللي نحن ماشيين فيها هلا، شو القصص اللي ممكن نستعملها ببلاش وتقدر تفيدنا بالمشروع. بالنسبه للفري ليرنينج بلاتفورم، انا عامله شانل على يوتيوب لانه هلا حيكون سريع الويبينار، كيف قلبه كل الديتيلز، كيف حضر للسي في، كيف استعمل لينكد، كيف حضر للانترفيو، كيف اكتب ايميلات، شو رح يكون مستقبل الوظائف بس ان مور ديتيلز. So you can check هيدا الشانل اللي عملتها هونيك سبيسيفيكلي لحتى لا يكون في كل الديتيلز. في يوديمي، ايدي اكس،
أليسن، جوجل ديجيتال جراج، فيوتشر ليرن، هول كلهم بيحطوا، أنا حابعث لكم هيدا الـ PDF، هيدول كلهم بيحطوا 3 courses online فيكم تاخذوهم وتطلعوا شهادات. وهلأ في كثير منهم عم يعملوا special offers especially مع lockdown as a kind of gesture، عم يعملوا حتى you can get certificate for free إذا خلصتوا الكورس، بس حتى يشجعوا العالم يعبوا وقتهم بشي مفيد بهيدا الوقت باللockdown. هيدي إذا أنا بدي أطلع بالميدل إيست أند نورث أفريكا، لأنه الأشياء اللي نحن بنقولها أنا تنظمت نقول ما هيدي بأوروبا أو بأمريكا مش مضبوط إنه كمان عنا إياها بالمنطقة بالشرق الأوسط، بس النيت تبعنا كمهارات وكسكل اللي بالشرق الأوسط هي ذاتها مثل بأوروبا ومثل بأمريكا، ما في فرق أبدا. فما نحن حالنا إنه لتوصل هيدا التغيير لعنا بدنا كثير وقت، لأنه هيدا التغيير أوريدي وصل يعني. وإذا ما قدرنا to cope in the right time we might stay behind. بالنسبة للينكدإن هيدول الداتا from LinkedIn coming عم يحكوا على أداة soft skills كمان needed بالماركت بليس صار، وحتى بالريموت ورك جوبز على فكرة في بالريموت ورك opportunities مرات projects بيكونوا على 3 أشهر على 6 أشهر، فبيعملوا interviews معكم قبل ما أنتوا تلاقوا الوظيفة. بقول الانترفيو they test a lot soft skills تبع الأشخاص خصوصا اللي عم يشتغلوا عن بعد، لأنه بدي أتأكد عندهم the right time management، بيقدروا يعملوا communication مع التيم حتى لو remotely مش موجودين معنا، وهذا الشيء is very important. وإذا كمان بدي أطلع again بالميدل إيست ونورث أفريكا بالمينا ريجن، بلاقي إنه 93% من الشركات كمان بيعتبروا هذا الشيء ممكن يكون as more priority من إيست التكنولوجيا. إذا بدأت أحكي كل واحد من الجديد creativity، إن أنا أطلع بأفكار جديدة ما أنظر غيري يطلع بالأفكار عني، يعني نحن هلأ عنا هيدا الكراسيس بلبنان، كيف الشباب اللي جربوا عم يعملوا ventilation للمكنة، كل واحد بدي يجرب يشوف بالإطار اللي هو بيعرفه كيف في يساعد، مش كلنا فينا نساعد بنفس الشغلة، بس بدنا نجرب قد ما فينا لحتى لا نقدر نطلع من الوضع اللي نحن فيه، لأن يمكن هلأ ممكن يكون عنا مشكلة صحية من شهر وبالطالع حيصير عنا مشاكل اجتماعية واقتصادية إذا ما طلعنا بكثير إنيشيتيف لحتى لا نقدر نصلح هيدا الموضوع. وصدقوني أي لا إنيشيتيف تطلعوا فيها إذا بتحطوها على البورتفوليو تبعكم أو على السيفي تبعكم، إنه بالوقت اللي كان كل شيء بالحضيض نحن جربنا نطلع ونعمل هيدا الانوفيشن ونكون بوزيتيف، بتأثر كثير عندكم بالانترفيو وبتعطيكم علامات كثير كمان عالية. كل شيء نحن عم نعمله بتأثر علينا بالبورتفوليو اند لاندينج والاوبورتيونيتي. بيرسويشن كيف انا اقدر اقنع الاشخاص؟ تايم مانجمنت از فيري امبورتنت، لانه وي اولويز هير انا ما عم بقدر لحق، كيف بدي لحق اشتغل واتعلم واعمل سيلف ديفلوبمنت اذا عندي عائله، وكيف بدي اعمل تيمور اذا عن جد بنحط نحن كاجوال بالداي نقدر نعمل تو اسيرتن اكستنت، ما عم نقول نحن روبوت بدنا نرتاح ومرات بنكون تعبانين، بس بنفس الوقت اذا نظمنا وقت بيقدر يطلع منا دبل عن ما نحن بنفكر يطلع منا. كل شيء خاصه بالكولابوريشن، ما نضل خايفين حدا يسرق الفكره تبعي، حدا يخذل الموضوع عني، لانه كل ما نحن قدرنا اجتمعنا مع بعض كل ما نحن قدرنا طلع منا اكثر، ما بقى حدا لحاله يقدر يلحق، لانه وقت قبل البروجكت انه بدنا نشتغل عليه بحاجه نحن للسلسله منوعه وما حدا منا رح يكون عنده كل السلسله نيده، فعلى طول بالبروجكت كولابوريشن عم بيكون موضوع كثير مهم، عشان هيك حتى بالشركات عم بيروحوا اكثر فلات صاروا، اكثر عندها هيدي الشجره اللي مدير فوق مدير فوق مدير، لانه الكولابوريشن بقلب الجروب عم تقدر تعطي نتائج افضل. Adaptability اللي أنا أقدر أكون أكثر flexible، يعني إذا أنا صار عندي مشكلة أو مثلا طلبوا مني أعمل شيء مش موجود على job description تبعي مش دغري أقول ما بدي، هون ما عم نقول كمان الواحد يتحول لسليفري، يعني يخلي الواحد يعطل عليه، حقنا ضرورية، بس أنا عم أقول نكون شوي flexible لأنه أنا أطلع من الكومفورت زون تبعي وأعمل new kind of stuff لأنه definitely we're gonna learn from it. أرى انا اللي عم اقوله انه انا ايضاً انا ما سوفت وير ديفلوبر، انا ما بكتب كود ولا بحياتي كتبت كود ولا بحب حتى اكتب كود، بس هي اللي نحن عم نقوله انه تكنولوجي عم بتصير ايفري وير. انت لما تفتح ويب سايت مثلا هلا بتكبسه من كبسه لكبسه
اسمه يوزر اكسبيرينس. بتعرفوا اذا فتحت ويب سايت وثبتته اربع مرات توصل للي بدكم اياه تزهقوا. الاشخاص اللي عم يشتغلوا هذا الموضوع هن جرافيك ديزاينر بالاساس، صوروا حالا ليعملوا يو اكس يو اي. الماركتنج مثل ما قلت لكم صار في بارت منها ديتا. ديفينتلي النولج بالتكنولوجي صارت ضروريه لشو ما يكون الاقتصاد تبعنا، بس ابدا نحن مش بحاجه يكونوا الكل مبرمجين. الضغط الثاني الاركيتكت هلا اللي عم يتخرجوا، الاركيتكت اللي بيعرفوا مثلا يرسموا على البروجرامات البرمجه التاورز اللي هن بيبرموا، هيدول عم يقدروا تبيات سالري بوزيشن كثير عاليين، غير الاركيتكت يمكن اللي ما بيعرفوا غير يعملوا البنايه از از بطريقه نورمال، لانه هذيك قدروا يطوروا حالهم وقت اللي يشتغلوا على حالهم. فهي بس نعمل نحن هيدي الاديشنال ستاف، انه انا شو بده يميزني عن هالالاف من العالم اللي عم يتخرجوا، اذا حكينا بس بلبنان من الاف العالم اللي عم يتخرجوا، حتى اذا انا كنت سوفت وير ديفلوبر، اذا انا تخرجت وما طورت حالي ممكن حدا ما بعرف عامل فاشن ديزاين ينجح اكثر مني ب 100 مره. هي مش الاختصاص اللي بيعملنا، هو نحن كيف بنقدر نخلق الكارير باث تبعنا ونشتغل عليه وما نسمع للستيريوتايب تبع كل العالم اللي حوالينا. ييسو هيدا الاختصاص، ييسو هيدا الشيء اللي انتم حابين تشتغلوا عليه. المهم انتم تكونوا مأمنين بحالكم والخيار اللي عم تاخذوه مبني على شيء علمي، مثل انه تعرفوا انه هيدا الشيء رح يكون مطلوب بالماركت وانا عندي فاشن عليه بعمله، لانه نحن المجتمع تبعنا منه بعده بالطريقه شوي القديمه بالتفكير بشو هن الاختصاصات اللي هي منيحه واللي عن جد تعتبر برستيج بعد برستيج. لازم نطلع من هيدا الموضوع ونعرف انه بحي الاختصاص الزين يمكن انا بدي اكون عم بطبخ، بدي اعمل شو ما كان، بدي اكون شاف، بدي اكون الديفنس، انا شو عم ضيف لكون مميز عن كل العالم اللي عنده نفس الاختصاص تبعه. السوفت سكيلز تبعنا هاو دو وي اكواير ذم، اول شيء باي كونستراكتيف فيدباك، وهون نحن بدنا نتعلم كيف نعطي فيدباك بطريقه ما نكون عم ننظر، بس ديفينتلي كيف انا اخذ هيدا الفيدباك واعرف طور حالي. كل شيء خاص بالفولنتيرينج ورك، ما بعرف قديش منكم هون يو هاف فولنتير ورك، بس فولنتيرينج از فيري امبورتنت، لانه سبيشلي للجونيورز يمكن مش اللي هن سينيور، كيف انا بدي اقول انه انا عندي سوفت سكيلز؟ لانه انا اذا بطلع على السيفيات تبع ستودنتس والفريش جراد او حتى اللي عندهم سنتين ثلاثه خبره بحطوا جريت كوميونيكيشن سكيلز، جريت ليدرشيب سكيلز، طب نسالهم هاو ديد يو اكواير هيدول سكيلز؟ ما بيعرفوا يجاوبوا لانه they didn't have any experience، بس حاطينهم لانه حلوين على السيفيات. ما في شيء حلو على السيفيات غير انه انا اقدر برر كل هالسكيلسات اللي انا حاطتهم. سو بارت من انه انا بين السوفت سكيلز تبعي هي ثرو اوت كوميونيتي ورك. والنقطة الثالثة بـ my own personal relationship، إذا أنا كل ما حكيت مع حدا بتخانق أنا وياه، which means أنا في طريقة بالcommunication تبعي متضابطة، ما في يكون great communicator at work و very bad communicator in my own personal relationship. so يمكن if my training قبل عنا قبل ما حتى نطلع على professional world، إذا نحن عم نعرف نقدر نوصل الأفكار ولا لا حتى بالمجتمع. أعطاني ريمايندر إنه you can ask all your questions if you have على ال على السلايد، ولا أنا مش حقدر أشوفهم كلهم على طول بالشات اللي هنا عم يبعث. أرى بس بدي أطشك شوي. بالنسبة للبراندينج للسكيلز طبعاً، يعني كيف عرفنا نحن كيف بدنا نعمر كل هيدول السكيلز؟ عرفت أنا شو سكيلز بدي أشتغل عليهم، أخذت ريكورسز طلعت سيرتيفيكيت. طب كيف هيدول أنا بدي أفرجيهم للريكروترز أو للي بدهم يوظفوا، ولا حتى لو أنا أقدر لاقي الوظيفة اللي بدي إياها، أو حتى إذا كنت أنتربرينور كيف أنا بدي أعمل بيتش؟ لأنه نحن بنعرف حتى اللي عندهم ستارت أب الإنفسترز عادة ما بيدفعوا بالأفكار، لأنه الفكرة بنلاقيها بتتكرر مرات كذا مرة، بيدفعوا لأنه بيأمنوا بالأشخاص اللي هن عم يشتغلوا بقلب هاي الستارت أب. عشان هيك البروفيشنال براندينج إذا كنا أنتربرينور أو كنا نحن إمبلوي، هيدا الشيء كثير مهم. أول شيء بتكون من خلال السيفي تبعنا، وهلا حنشوفه كويكلي، من خلال أول بريزنس على السوشيال ميديا، وهون لما أقول سوشيال ميديا حتى للإمبلوي العادي مش بس لينكدإن، لينكدإن وفيسبوك، شركاتنا يقدروا يعرفوا تقريبا شخصية الموظفين اللي هم بدهم ياخذوهم، بيفوتوا على فيسبوك and they check all the public posts تبع الأشخاص، سو كثير مهم نحن نعرف how to manage كمان هيدا الموضوع efficiently. So, كل السوشيال ميديا والسيفي طبعاً as part of the branding. بالنسبة للسيفي preparation،
بدي أخبركم إنه هلا أغلب الشرق صاروا عم يستعملوا صفوة ليعمل سكرين، مش إنه مش أنا بأخذ الـ HR، يمكن نحن بلبنان بعضهم كتير شرق الـ HR بيأخذ الورقة CV بيقراها، بس في أغلب الشركات صاروا بيعملوا صفوة. هلا حقلكم كيف بدي أشتغل. أول شيء فرضنا أنا HR شفت هيدا CV بقدر عليه ماكسيموم 10 ثواني، إذا ما كان attractive enough كيف لدي حالات رسمية بيقولوا إنه إذا خطنا بشع ما بيعطونا علينا وبكتبوه على الناس. سيبيات نفس الشيء لأنه كونتاك والأشعار عم يصلون ألاف مرات للسيبيات. So your CV should stand out لحتى لها الأشعار to look more into detail. وكيف عادة بيشتغل الصفوة اللي هن بيعملوا screening للسيبي. بكل أنتو job بيكون عندكم job description. الشركة حاطة job description. يعني إذا أنتو عملتوا CV واحد ورشيتوه على كل ما في شيء ويب سايت للوظائف، إذا كانوا عم يستعملوا سكرينينج سوفت وير عندكم احتمال 90% ما حدا يرجع يدق لكم ولا يحكي معكم. لازم تعملوا كستمايزيشن للسي في على الوظائف قبل ما تقدموا وانكلود الكي ووردز اللي هن موجودين بالدروب ديسكربشن، وهيدي حتى بريموت وورك وحتى كفريلانسنج از امبورتنت. بدي أنا فرجي إنه أنا الشخص المناسب لهيدي الوظيفة المكان المناسب. لا أقدر فرجي هيدا الشيء، بدي أكون عم بستعمل الكي ووردز اللي هن موجودين عند الجوب ديسكريبشن حطهم انا بالسي في. هلا بتقولوا لي طب انه انا كل شركه بدي اجي اعمل ابديت للسي في تبعها، تبي رياليستيك انتم بدكم تحطوا شو هن التوب 10 كومبانيز او توب 10 بروجكتس انا بدي اقدم عليهم. اعملوا كاستمايزيشن لهول العشرة ورجعوا اعملوا ديفولت فيرجن للسي في بتقدموه على المحلات البقره. بس اذا في وظيفه معينه عم ضربتكم اياها it needs hard work. يعني انا بنظري للواحد اللي ضبط السي في تبعه مضبوط إذا صلوا هم لفترة، نحن بحاجة أكيد ليومين كاملين لنحن نضبط السي في تبعنا. والسي في ما عم بحكي بس كشكل، السي في عم بحكي ككونتنت، وهلأ عم نحكي هون كيف بدنا نضبط الكونتنت تبع السي في. لأنه most of the remote work platforms حتى مشغولين تعملوا أبلود للبورتفوليو تبعكم أو تعملوا أبلود للسي في. بالنسبة لعدد الصفحات الريكومندد ماكسيموم يكون 2 بيجز، بس هون بتفرق من بلد لبلد. يعني كل شيء امريكان سيستم عاده بيقولوا ماكسيموم تو هاف 1 بيج، يعني ما بتفرق مثلا عنده 1 بيج للسي في تبعه. بس بيوروب في منهم بحبوا عدد صفحات اكثر. هون بالمينا ريجن مينلي 2 بيج از ماكسيموم، وحكينا على الكستمايزيشن فور ذا سي في ذات نيدد. بالنسبه للفورمات تبع السي في تبعنا في شيء what we call infographic CV. infographic CV بيكون شكله almost هيك. هلا هون عادة أكثر بيكونوا مطلوبين، بينطلبوا أكثر إذا الأشخاص يمكن designer architect، لأنه it's a way to show كيف أنا design تبعي والقوة تبعي بالديزاين بهذا الموضوع. بس إذا أنا ماني designer مش ضروري أعملها هيك، بس ضروري يكون CV مرتب. يعني مش يكون فوق عند خط 16 تحت عند خط 10 فوق تانج نيو رومان تحت اريال الخطوط مش مضبوطه. لانه اذا نحن ما عملنا استثمار بالسي في تبعنا، بدي يقولوا اذا حدا هو مستنشق بالسي في تبعه انا ليش بدي اجي استثمر فيه وقتي. سو كثير ننتبه للفورم يكون حلو قبل ما نبلش نقدم على الشركة، نبعثه لاربع خمس اشخاص ممكن نعتبرهم منتورز بالنسبه لنا تو جيت ذا فيدباك بيفور وي ستارت ابلاين. للي منه اللي هو حابب يعمل يضبط الفورمات تبع السي في وبده طول سهل، انا بستعمل كانفا على طول. كانفا ثلاث ارباع التمبليت اللي عليهم ببلاش، وفي محل بتحطوا فيه ريزومي تمبليت سي في تمبليت فور سي. انا لانه ماني قويه بالديزاين بس بستعمل التمبليت كلهم تبع كانفا اذا كان لفيسبوك بوست لانستابوست لوات ايفر شي القصص اللي بدكم اياها بتطلعوا التمبليت واتس فيري ايزي. So you can create your CV على هون لأنه Microsoft Word ما بيطلع مرتب، وللأشخاص اللي ما بيعرفوا يشتغلوا على Adobe ما بتكون كمان هينة. So Canva for me is a good alternative. You can download the PDF لأنه نحن عطول unless شرق طلبوا منا نبعث Word document we need to upload عطول the PDF professionally. أول شيء it's more professional، والشيء الثاني لأنه إذا أنا عندي version تبع ال Word غير ال version تبع يمكن الشركة بيوصلوا مغلبطين الكلمات. لو حتى from a technical perspective افضل انا ابعته بي دي اف لانه توصل مثل ما هي، هم بيوصلوا مخربطين او عم بستعمل فونت مش موجود عندهم.
شو هي الكومن مستيكس اللي نحن نعملها بالسيفي؟ اول شيء لما انا مثلا ساعات اكزامبل اكاونتس ليه انا جوب ديسكريبشن السيفي تبع الاكاونتس كلهم بيشبهوا بعض، انا شو لازم احط بقلب السيفي؟ بدي احط شو الاتشيفمنت تبعي از ان اكاونتس. يعني انا قدرت اشتغل على 5 شركات كبار يمكن بيج كومبانيز، قدرت اشتغل كمان مع 4 ستارت ابس وفاجئهم انه انا عندي خبره اشتغل مع شركات كبيره شركات كبيره، قدرت اعمل اكس اماونت اوف ريبورت اند هاندل اكس كلاينت بهالقد وقت. الارقام فيري امبورتنت بالسي في لانه بيفرجوا الاتشيفمنت. كل شيء بنقول انا عملت شيء كثير منيح، شو يعني كثير؟ بدنا شيء كوانتيتي، الكوانتيتي هي اللي بتخلي الشخص يحدد اذا انا رائع ولا لا، مش انا اقول عن حالي انه انا ام ذا بيست بيرسون ايفر وانا اكثر حدا بروفيشنال ايفر. ما في غير الارقام اللي بتخلي اللي عم يقرا السي في تبعي يصدق انه انا عن جد عندي هدول الصفات. البول فورماتنج حكينا عنها، السي في كستمايزيشن كمان حكينا عنها، سيلينج ادرس. هلا مثلا بكندا مجبور الواحد يحط الادرس تبعه على السي في، بس انا خصوصا بلبنان اذا عم بتقدمه I prefer people not to put the address لسببين. أول سبب إنه بتحدد دغري الشخص من أي طائفة وشو حزبه ومدري شو، بتخلق كل هالستيريوتايبس البلا طعمة اللي نحن بغينا عنها. النقطة الثانية إنه يمكن أنا عم أقدم على شغل ببيروت بس أنا عايشة بزحلة. فيمكن الشركة يقولوا بدها تيجي كل يوم من زحلة على بيروت، يمكن أنا حاسة براسي إجي أسكن ببيروت إذا بدي أشتغل. فممكن هيدا الشيء يخلق كمان إنه يقولوا بلاها لأنه الشخص كان بعيد، لو هو مقرر على certain point يجي ويقعد حد الكومبانيز. فأنا خصوصي بلبنان I prefer not to put your address. أكيد بكرة بالانترفيو معقول يسألوكم بس واحد يروح على الانترفيو الفرق، بس ساعتها بتقدروا تجاوبوا يعني جواب كامل، ما بتتركوا محل في ضمن طبعا. Incorrect spelling and grammar. بدي خبركم شيء، أنا لما كنت بالمدرسة الإنجليش طبعاً ما كان أبداً منيح. صحيح انا بالبي اجي بس كمان كنا نشرح بالعربي، يعني خاصه هندسه اغلب الوقت نشرح بالعربي. لما فتت انا على العراق ضبطت حالي اني انا احكي بالفرنش وبالانجلش، لو انبقعت كذا مره بالاول بس انه قلت انا خليني اذكر واقدر اطور الشغل تبعي احسن ما دام مخبي ابعت قصص تتن ورا سكرين وما اقدر انا اطور اللغه تبعي. عم قلكم هيدا الشيء لانه اللغه عامل كثير ضروري، ما فينا نهمل الموضوع اللغة خصوصا بالإنجليش، خصوصا إذا بدكم تشتغلوا ريموت ورك. هلا حنشوف في واحد من الريموت ورك هو معمول بالهون بالمينا ريجن وفي منه بالعربي، وأنا استقصدت حطه لأنه في فيرجن بالعربي من الويب سايت، بس أغلب الباقيين بالإنجليش. So it's very important إنه اللي حاسس عنده ضعف باللغة يشتغل على اللغة، وبالسي في اللي حاسس الإنجليش لانجوج منه كثير قوية أو باللينكد إن يبعث لحدا يصلح له شوية سبيلينج والجرامر. فما نحط كلمات وجمل مش مترابطة، وما نستعمل جوجل ترانسليت نكتب بالعربي اللي يطلعنا بالانجلش، لأن أغلب الأحيان توصل القصص يعني تكون بتبكي بالآخر ترانسليشن. فهذا فيري امبورتنت، مش عيب ما تكون اللغة تبعنا كثير منيحة، بس لازم نشتغل عليها لنوصل لمرحلة كثير نحن قادرين نعبر بأفضل طريقة ممكن. بالنسبة للاينج بقلب السي في، ما نكذب بقلب السي في، يعني أنا قلت كثير مهم الغلطير الورك، بس مش أنا بلش أقول خلاص ما بفتح أحمر مرة وطوعت هون وهون، لأن أغلب الأشخاص صاروا بالإنترفيوز بيستعملوا شيء اسمه probing technique. يعني أنا بطلع شو كاتبين بالسي في وبلش بسأل سؤال ورا سؤال ورا سؤال، وحيا ما حدا عم بيكذب يعني بينلقط بمنتهى السهولة ساعتها بالإنترفيو. اللي نحن لازم نعمله الشيء اللي اشتغلنا عليه نفرجيه بأحلى طريقة ممكنة، بس مش احكي عن قصص انا عملتها بينما بالحقيقه انا مش مقربة صوبكم فيك يعني. So we should market ourselves، لازم نعمل marketing لحالنا بس مش يعني مش marketing على الطريقه اللبنانيه، نعمل good marketing positive marketing. ما نجيب بالسي في references available upon request، لانه هيدا هيك الكل بيجي يزرعها بقلب السي في بالاخر ما لها عازه. اذا الشركه بدها تطلب reference رح تسالكم انت لكم اعطوني reference. لأنه هيك بس بتعبي محل على الفاضي. The order of the segments is important. إذا نحن كنا بعد students بالجامعة فينا نحط الـ education بالأول، بس إذا أنا عندي سنة خبرة وبطالة صار لازم أحط الـ segments تبع الـ experience تبعي قبل ما أحط الـ segments تبع الـ education، لأنه professional experience is very important. We should always add affection اسمه community work كمان بقلب الـ CV تبعنا لأنه كمان is very important.
اخر مستيك نمبر 9 شيرينج تو ماتش انفورميشن. يعني انا لما احكي عن الاكسبيرينس تبعي افضل شيء تكون بوليت بوينت. لازم نتعود نوصل الفكره بطريقه كونسايز وقصيره. مش بدي اكتب باراجرافات قصص حياتي بقد السي في لانه ما حدا بيرجع بيقراها، بصيروا جمل طوال. فافضل حط انا الاتشيفمنت تبعي كي بوينت واضحين بقلب السي في اللي بدي اقراهم كويكلي مثل ما قلنا بعشر ثواني يقدر تو هاف اكتلي اول انفورميشن. للي بده طول يساعده فري طول كمان يقدر يساعده بالسبيلنج تبع والجرامر تبع الانجلش. فيكم تو داونلود جرامرلي. جرامرلي بتعملوا له داونلود بقلكم حتى اذا الستركتشر تبع الجمله غلط او اذا الجمله كثير طويله. فهو مش بس مثل جوجل ترانسليت او مثل وورد بيصلح لكم السبيلنج، بيقدر يقلكم حتى كيف تضبطوا كجرامر بقلب الجمل. سو اتس ريلي هاد. أنا أكتب الإيميل is very important. حتى بكرة بريموت ورك بس كنت ببعثوا إيميلات، الإيميل is very important. لأن أول شيء بنبين أنه نحن very professional. My way هي أنه بالسبجكت عطول أنا بحط كلوشير. يعني مثلا بدي أبعت أنا إيميل هلأ لشفيق كمال جريفن ليدرشيب، حط أنا بقلبي كلوشير جريفن ليدرشيب يمكن، واللي هو الويبينار طبع الانفوينت فايتنج انفوينت المارك معنا. كثير الشخص اللي عم بشوف الإيميل قادر من السبجكت يفهم هيدا الشخص شو بده. ما نحط سبجكت هاي أو هلو أو ما بعرف قصص مش واضحة، لانه بكره يعني انا مثلا بيوصل 300 400 ايميل بالنهار. اذا بدي اعمل سيرش كل ما نحن كان السبجكت تبعنا واضح كل ما قدرنا نحن نلاقي ايميلات كمان اسرع ومنسهلها على الاشخاص اللي عم يشتغل معنا. لازم نحط سيجنتشر بقلب الايميل بالاخير، ايميل سيجنتشر بالاخر. وهلا حفرجيكم شو الطول اللي بيساعدكم تخلقوا سيجنتشر تبعكم. السبيلنج بقلب الايميل مهم، وحتى بالايميلات فينا نحط بوليت بوينت بيكونوا ويل كونسايز وكمان ما يكون فيهم جرامر مستيك. ما ننساش يعني انا يوم بيوصلني سيفيات بيكون عاملين اتاش للسي في، لا فهمت لاي بوزيشن ولا فهمت مين قايل لهم يبعثوا لي السيفيات اصلا. بصير واحد عم ببصر بالاخر. انا لازم ابعث السي في تبعي بايميل مرتب الشخص اللي متلقاه يفهم بقى شو انا بدي من هيدا الايميل اللي بعثه. لازم نعرف مين حاط ومين بالبي سي. هو الشخص اللي معنا دغري بياخذ دايركت اكشن على الايميل تبعي. البي سي سي هن الاشخاص اللي انا بدي اياهم يعرفوا شو عم بيصير، بس مش طالبه منهم هن يعملوا دايركت انتر اكشن معي. هيدا حكينا عن الكروشير. بي سي سي البي سي سي هي لما انا بدي هيدا الشخص يوصله هيدا الايميل، بس اذا رجعنا عملنا ريبلاي لبعض بقلب الايميل ما بعود بيوصلهم للنكست ايميل اكشينج. حكينا على البوليت بوينت. إذا أنا بشجعكم كلكم تستعملوا أوتلوك، يعني لأنه ما في أنا كل مرة أنا مرات كثير بشتغل ما بيكون عندي إنترنت كونكشن، بيكون عندي الأوتلوك اللي فيه هو أوفلاين فيرجن تبع كل الإيميلات تبعي، حتى برد على كل الإيميلات وببعث ثاني، ما بينبعثوا إلا ليصير عندي إنترنت كونكشن، بس حتى إذا بدكم تفتشوا على معلومات أفضل يكون عندكم لوكال كوبي للإيميلات، مش كل مرة يكون مرتبكم عندي إنترنت بقدر ألاقي حيلا معلومة إذا هي موجودة عندي. نصيحة ثانية لكل اللي عم يشتغلوا بالبيت، بليز تأكدوا إنه كل الدوكيومنتس تبعكم حاطينهم على الكلاود، يعني يا أما على دروب بوكس يا أما على جوجل درايف، لأنه في كثير هلا فجأة بيحترقوا اللابتوبات تبعهم بيقولوا هي خسرنا شغلنا وما عدنا لقينا شيء. لما نعمل نحط كل الدوكيومنتس تبعنا على الكلاود، ساعتها لو احترق كل شيء عنا أنا بقدر أجي أعمل لهم داونلود من محل معين وإتس سكيور. So this is on a side note. بالنسبة للإيميل سيجنتشر فيكم تستعملوا وايت ستامب مثل ما شايفين هون على الـ على الديسكتوب. هلا ما ضروري تحطوا بيكتشر بقلب السيجنتشر، فيكم تحطوا عادة لوجو تبع الشركة، بس إذا أنتم you don't know how to design it ساعتها فيكم تحطوها. ومثل ما شايفين يعني أنا بالسيجنتشر عندي في كمان لينكد إن اللي بيدخل على الأيكون دغري بيفتح لينكد إن تبعي أو فيسبوك أو something else. بالنسبة لينكدإن الأول ستار بروفايل كرييشن، هلا أنا I'm gonna try a different. Okay, we still have 15 minutes. So أنا I prefer كرمال لينكدإن حقلكم شو المين benefits out of لينكدإن. بس بدي إياكم تفتحوا سلايد وهلا أخير
وتجاوبوا على السؤال اللي هو انتو how do you use next end before we proceed. هلا بتسمعيني؟ سو انا في هيدا السؤال حطيته select your activity on LinkedIn. يعني انتو كيف بتستعملوا LinkedIn؟ I would love to know your answer. بس لحتى لا اطلع لكم quickly how to use LinkedIn. And then I'm gonna send for everyone the two videos اللي بتلاقون على channel اللي هن exactly يعني زمان نحرق ال LinkedIn users. هن في two videos كل واحد 15 دقيقة exactly to cover LinkedIn. أنا لما كنت بلينكدإن سان فرانسيسكو وقتها كنا عم نشوف الستاتستيك كان تقريبا بس 10-15% من اللبنانية اوريدي عندهم لينكدإن بروفايل. So I think already statistics اللي مبينين هون عندهم مين. هلا أنا I asked this question on purpose لأنه أغلب الأشخاص بيستعملوا لينكدإن for job search. عشان هيك أغلب الأشخاص ما بيلاقوا عادة الجوب ايزلي على لينكدإن. لانه لينكدين ما في افكر فيه بس انه المحل اللي انا بقدم فيه على وظايف. لينكدين هو البروفايل اللي انا بخليني البلاتفورم اللي بتخليني اتعرف على اشخاص يقدروا يساعدوني لان الاقي اوبورتونيتي ريموت او اقدر الاقي وظيفه او حتى اذا عندي فكره وعندي ستارت اب بدي اوصل لانفستر بدي اوصل لكلاين وقبل بدي اوصل كرمال البزنس تبعي. لأنه هي مثل فيسبوك بس فور بروفيشنال ريزن. بخبركم شيء حتى بالشركة الكبيرة اللي مثل فيسبوك أو جوجل أو سو أون الأشخاص إذا عندهم ريفيرال بقلب الشركة عندهم حظوظ أعلى بكثير إنه هنا يتوظفوا بالشركة من حتى بس عم بيقدم على الويب سايت أو عم بيقدم على البلاتفورم عادي. كثير يكون ما بتساهل بس لأنه بعرف شخص معين هو political reason أو معرفة لأهلي أو للفاميلي بيوقفوني لو أنا ما عندي ليد سكيلز. بينما referral هو لما أنا أكون بشركة وأعرف أنه هيدا الشخص very skilled وإذا هو فات أو هي فاتت على الشركة عن جد رح يكونوا هيدا الـ huge added value for the company. وعلى فكرة في كثير من الشركات الكبيرة بيدفعوا على الموظفين تعولهم إذا عملوا referral وتوظف actually في الـ company. لأن الشركات بيدفعوا كثير على recruitment cost تبع الموظفين الجداد غير الـ HR الشغل اللي بيعملوه غير إذا اضطروا يعملوا فيديو conferencing غير كل هيدا الوقت اللي leaders عم بيحطوه ليعملوا meeting وinterviews. كل إذا أنتوا قدرتوا توفرون عليهم وتلاقولهم the right candidates ساعتها هني عم بكافوا الموظفين تبعولهم. So referral is very important. بس إذا أنا هلا اليوم ما بعرف حدا بهول الشركات ما في يقول خلاص راحت علي I don't have any further. I go to LinkedIn and I go and I try to know the right people inside the company. في سؤال put a picture in the American system بحبوا يحطوا صور وهيك لأنه it's more an open culture يعني. بس أنا I prefer the signature ما نحط الصورة تبعنا. However على البزنس كارد اللي أنا عندي مثلا أنا حاطة صورتي على البزنس كارد بالأبيض والأسود لأنه لما نحن نروح على إيفنت أو على يعني محل نعطي البزنس كارد طبعنا وهنا كمان one recommendation on the side لما نروحها على إيفنتات بكرة إن شاء الله بس نقدر نرجع نروح على إيفنتات بس فترة الكورونا مش كنا مجمعين مع 100 بزنس كارد بدهم وكمان برشة على كل العالم. It's not the right way لأنه كل حدا بيطلع عادة ب 20-30 كارد وأغلب الأحيان بحطهم على جنب وبيرجع بينساهم مع الوقت. إذا أنا حاطة حدا براس معين بدي أعمل هيك البروفيشنال كونكشن معه بطلب منهم أنا البزنس كارد تبعهم لحتى لا أرجع أقدر أبعثهم إيميل للقرآن مش بعطيهم البزنس كارد تبعي لأنه هني ما عندهم الإنسان اللي يرجعوا يحكوني. سو بس كمان to take this into account. I'm still a student and I don't know what to write about me in the about section in LinkedIn. أنا بعلم بالياباني وبقول للتلاميذ إذا أنتم
معناتها you are not doing enough. حتى لو أنا student إذا عملت enough community work للprojects اللي عم بعملهم بقلب الجامعة, community work اللي عم بعمله كثير إنه يعبيه لقصهم كثير منيح بقلب السكشن تبع LinkedIn أو حتى بقلب CV. بس هون النقطتين, أول شيء أنا بدي أشتغل على حالي, وثاني شيء بدي أعرف إنه القصص اللي أنا شغلها تنحط بالCV مضبوط yes or no. Is my photo in the CV necessary? لا مش ضروري بقلب CV, هي عادة بتخلق biases كمان. ما بعرف يمكن نحن عم نقدم على حدا عم بيقدم من هون على أوروبا, يمكن إذا ما بيحبوا كثير العرب وحدا شكله عربي يمكن يحبوه, يمكن vice versa يمكن يحبوه مش إنه العكس. بس الفكرة عادة بتخلق biases. هلا أنا حاطط أبيض والأسود اسمه choice, وهون بدي أكون شيء بكل شيء خاصه بالCV وباللينكد إن ما في شيء على طول only one right answer. هي على طول حسب الخطر اللي أنا عم أقدم عليها, السي اللي أنا عم أقدم عليه لحسب أي شركة, شو الخطر تبع الشركة, أي بلد أنا عم أقدم عليه. عشان هيك الكاستمايزيشن أوف السي في إز فيري إمبورتنت, ما في وان جينيريك رول تضبط هي إفري وير. عشان هيك أنا على طول بنصح الأشخاص اللي عم بيقدموا على شركة يجربوا على لينكد إن يلاقوا موظفين بقلب هاي الشركة يحكوا معهم ويجربوا يسألوهم أسئلة لحتى لا يفهموا مور أو لا كيف الخطر بقلب الشركة ماشية ليعرفوا هن كيف يتعاطوا فيها. بلا هلا رح احكي على الموضوع. انا هيك I'm trying to cover as much points as possible لانه كل مره we try to jump دغري على الاند ريزلت. بس اذا انا هول كلهم ما عمرتهم, لو كان عندنا 100 ريموت ورك بلاتفورمز I'm not gonna find any job. I need to work on myself, I need to develop myself, I need to know how to apply على هول البروجكت وعلى هول الوظائف لاقدر اكون ريموت. So, أنا كان بدي ركز باللينكدإن على هيدا البوينت specifically, but again I'm gonna jump on LinkedIn لألكم إنه أهم شيء باللينكدإن is actually creating professional connection, reaching out للأشخاص اللي أنتوا حابين تعرفوا عن شراكهم أكثر أو حابين تحكوا معهم أكثر ليكونوا your mentor يمكن, ليكونوا your referral بقلب الكمباني. إذا أنا البروفايل تبعي كان ضعيف, لو دليت أقدم كل نهار على LinkedIn job أنا ما بقدر لقى وظائف إيزلي. في شيء في السوشيال ميديا اسمه إندكس البروفايل تبعي. الإندكس تبع البروفايل اللي هو ببين بالسيرش للريكروترز أو كل الكمبانيز it all depends على قديش أنتو هيدا البروفايل قوي. البروفايل قوي إذا معبيين كل الانفورميشن على الإن يور بوستينج, أنتو أراءكم ببروجكت معينين بإندكس معين بدومين معين, وبالفيديو رح تشوفوا كل هول الديتيل اللي بتخليكم كيف يكون الإندكس تبع البروفايل تبعكم قوي لحتى لا يقدر الريكروترز يلقوكم ايزلي على لينكدين. انا اغلب الاوفرز اللي بيجوني على لينكدين الريكروترز بيبعتوها, مش انا اي ابلاي تو جوب لانه اي انفست تايم. هيدا بده وقت, كل الشيء اللي انا قلت لكم اياه ات نيد ورك ات نيد تايم. واي ثينك انه نحن باللوك داون اللي عندنا اياه انا اوبورتونيتي لنقدر نشتغل على هدول الاوفرز. Let's jump على أوكي. بالنسبة للجوب بلاتفورم بالأول اللي فينا نستعملها قبل ما نروح على ريموت ورك, I know you all know LinkedIn, بس ما بعرف إذا الكل بيعرف عن جلاسدور. جلاسدور كمان في 36 مليون يوزر. الحلو بجلاسدور إنه فيه تشوف ريفيوز عن الكومباني. هلا هون بلبنان قليل ما بيستعملوهم, بس الصوت اللي بتكون حابب إن شاء الله لا ما حدا بيجرب يقدم برا لبنان. بس حتى اللي بده يقدم لبرا بس يسألوكم شو السالري اكسبكتيشن تبعكم. هيدول المعلومات عادة صعب الواحد يقدر يحددها, بس إذا بتفوتوا على جلاسدور بتشوفوا تقريبا مثلا ما بعرف بروجكت مانجر ببرلين هالقد الافرج اللي بيقبض. فبصيروا تعرفوا انتم السالري اكسبكتيشن, تعرفوا بشركة معينة شو الأسئلة اللي بيسألوهم بقلب الانترفيو, وكمان اسوال هالشيء. سو أنا أدفايس كمان تو داونلود جلاسدور. وعلى فكرة عادة إنه on Glassdoor you might find jobs والعالم يحكوكم أعلى حتى من LinkedIn, but on Glassdoor you cannot contact people وتحكوا معهم. عشان هيك عم بقولكم LinkedIn المحل بتعرف على العالم, but I could apply on another platform. Base.com هي أكثر
اكثر هون بالمينا ريجن في بقلبها لانه العربيك فيرجن وفي كمان الانجليش فيرجن. فالاخص اللي بريحهم اكثر العربي كمان بيكون سيرش فور جوبز عن بيت.com وبحطوا عليها مرات الكونفرنسز او الايفنتس اللي هن عم يعملوا بالريجن. بالنسبه للريموت فورك لانه في الارت انه كيف انه قديش سهل الواحد يطلع مصاري على يوتيوب لانه في a lot of people want to be concentrated على يوتيوب. بدي اقول لكم انه ليبلش الواحد يطلع مصاري على يوتيوب it's not easy at all. انا مثلا يعني ما I'm not even close لأوصل لمرحله يبلش يطلع مصاري على يوتيوب لانه اول شيء بدي يكون عندكم اكثر من 1000 سبسكرايبر، بدي يكون العالم حضروا الشانل تبعكم اكثر من 4000 ساعه. 4000 ساعة يعني أكيد هون هيدا الانديكيشن إنه الكونتنت كرييتد إناف وحلو إناف وبده كثير شغل من الأشخاص اللي عن جد بده يكون شغله كونتنت كرييتد أو بده يجرب أو وات وي نو أز إنفلونسر بالدارجة بده شغل كثير للواحد يحافظ على الكواليتي وعلى الكونتنت. إتس ريلي أ فول تايم جوب، ما حدا يفكر إنه اللي بيعمل هذا الشيء ما بياخذ منه وقت. بس اللي بتنقش معهم مثل محمد عبد الرحمن طلع من فيديو واحد لانه وصل ل 57 مليون فيوز كان عم يطلع 10000 دولار بالشهر. سو اتس ان اوبشن اذا حدا بيعرف عنده هيوج فاليو بالكونتنت ذات يو وانت تو شير اون يوتيوب. بالنسبه للريموت ورك في سؤال كمان هلا على سلايدو على ريموت ورك ابلكيشن، كان يو تراي كير تو انسر. وي ار اكتيفيتنج ذا كويشن. سو بس اي وانت تو نو هو هاز بريفيوس اكسبيرينس and working remotely. We're gonna wait just 1 minute. So الأغلب more or less did not work remotely before. حشوف أنا وياكم هلا شو هن الريموت ورك بلاتفورمز اللي هن top 10 almost remote work platforms اللي فيكم تخلقوا بروفايلز عليهم وتشتغلوا. في Upwork وهون إذا بتشوفوا أنا أصلاً حاطة بكل بلاتفورم شو هي الأشغال اللي نحن فينا نعملها. يعني أنا إذا كنت عندي محاماة background legal I could find job. كل شيء accounting consulting sales and marketing. أنا بفوت على Upwork في محل تخلقوا فيه البروفايل تبعكم بتعبوا كل هدول الديتيلز. الديتيلز اللي بتعبوها هي اكزاكتلي مثل الديتيلز اللي على يور سي في او على يور لينكد ان بروفايل. بترجعوا بتشوفوا مجموعه جوبز ومجموعه وظائف تو سبمت ا بروبوزل. كيف البروبوزل اللي بتقدموه تو جيت فاند يمكن اذا عندكم انيشيتيف بدكم تعملوها بتكون شركه حاطه انه انا مثلا ما بعرف بدي حدا ليجل ادفايزري يعمل لي 1 2 3 4 سو انا بروح بقدم بروبوزل ليش I'm the best person to fit هيدا الجوب. هن بيرجعوا من الجوب ابلكيشن كاني عم اقدم على وظيفه عاديه على من بيتقدم اللي هي كانها قابل لتر اذا بدكم مثل بالشرط. هن دايريكت او تصنفيفل وبيعملوا بعض انترفيوز اللي هي بتشبه كثير الانترفيوز اللي بنعملها نحن على فول تايم جوب لانه في كثير من الوظائف اللي بتنحط على هيدول الريموت ورك بلاتفورم هن اشياء على 6 اشهر او على سنه. في حتى قصص اكستندبل يعني انا اي نو بيبل صار لهم تقريبا 5-6 سنين بيشتغلوا على ابورك مع وان سنجل كومباني. وانا اول ما بلشت الثوره بلبنان عملت ايفنت استقبلت فيه تقريبا شي 10 اشخاص. حدا كان في ليدي خاصه للبزنس طبعا في سوفتوير ديفلوبرز لانه اتس ايزي ينعمل هذا الشيء ريموتلي. بيبل فروم كومبليت ديفرنت باك جراوند كانوا عم يشتغلوا وعم بيطلعوا مصاري على Upwork. سبب انه انا I wanted people to be convinced انه عن جد فينا نشتغل عن بعض وعن جد فينا نطلع مصاري. ما تفكر انه هيدي بالعالم المثالي معقول نحن نلاقيها. لا في اشخاص في students حتى مش متخرجين
عم يقدروا، بس طبعا بيكون عم يعملوا بيدنج على بروجكت، يمكن بروجكت بيكونوا خير او لايف، يمكن بيكون في مرات ار ان دي ريسيرش، في مرات شركات بدل ما يعملوا هم ريسيرش مع انهم تيم بيعملوا ار ان دي، يطلبوا انه حدا يجي يعمل لهم ريسيرش اونلاين على مواضيع معينه اند ذن تو ابلود البروبوزل. سو في لمختلف المهن، في لمختلف الديجريز اللي الواحد معه اياها ولديفرنت ليفل اوف سكيلز، بس الواحد بده يواظب. يعني انا مش بقدم على شغل او اثنين او ثلاثه على ابورت ما بيردوا علي بقول خلص ما مش الحال، كل شيء بدنا نجرب اتليست 10 تايم لحتى لا يمشي الحال، خصوصا على التقليعه، لانه بكل هول الريموت ورك بلاتفورم بروفايلاتكم بيكون انا لا شيء في ريتنج، ما بيكون حدا عامل لكم ريتنج بعد، ريتنج تبع قديش انتم قديش انتم عم بيكون البرفورمنس تبعكم او قديش عن جد عم تشتغلوا مضبوط. ما بيكون حدا عامل لكم ريتنج، ما حدا بيعرفكم، تقليعها بتكون صعبه، بس عاده ونس الواحد يقلع على هول الريموت ورك بلاتفورم بصيروا على طول يجيكم انتم البروبوزلز. يعني حتى في سام اوف ذا سايت بصيروا الشركه هن تو ريتش اوت تو يو ويعطوكم انتم يعني نومينيتيو لحتى تصيروا انتم عم تشتغلوا على البروجيكت. يعني في ليدي شي واز ان انفيشن اللي كانت معنا بالايفنت عملت وان بروجكت لشركه، صارت الشركه تحكيها على طول بلا ما ترجع تحطه على ابورت تحكيها على وتعطى المصاري كلها، لانه مثل ما بتعرفوا انتم ابورت كمان they take 25% هيك بيطلعوا مصاري ريموت ورك بلاتفورم، انه بياخذوا نسبه من الارباح تبعكم. يعني اذا انتم بدكم تاخذوا ما بعرف $100 على البروجكت بياخذوا مني 25 بيطلعوا انتم $75، بس it's a way to build هيدي تراست مع الكومبانيز، ممكن تصيروا انتم كمان يو ديلينج مع بعض يعني برات اطار البلاتفورم. على ابورت مثلا بتشوفوا انه الاشخاص اللي شغالين كثير على حالهم في محل كانه اذا بدكم وول اوف فيم يطلع، يعني الاكثر افضل فريلانسرز هم عم يشتغلوا او تاب فريلانسرز، فهول الاشخاص بتلاقوا الشرك دغري ساعتها ممكن تريتش اوت تو ذم، بس انه هدول ديفينتلي مش من اول يوم صار البروفايل تبعهم ان ذا بيست 10 فريلانسرز، ات توك تايم. وبالنسبه للتسعير، لانه انتم في كثير بيطلبوا تسعير يمكن باي مانداي او فور اور، هو بالشهر، لانه نحن بس نقول بالساعه نقول شو $10 بالساعه ولا شيء، بس انتم فكروا فيها انه عاده نهار العمل 8 ساعات يعني $80، $80 بالنهار اضربوها ب 23 نهار يطلع معكم قديش المعاش بالشهر. ما تشبهوا الارقام عاليه كثير لقديش المبلغ بالساعه اتليست بالاول، بس نفس الوقت ما عم قلكم الشغل صخره، يعني بس تكون هيدي الامور واضحه. بس انه انا كثير بشوف اشخاص بيكونوا student أو junior عم بيحطوا مثلاً $50 بالساعة، ونحن هون شفنا إنه حدا من top freelancers حاطط $50 بالساعة، فما تحطوا الأرقام كتير عالية هون، bear in mind إنه ما تخلوا العالم يهربوا بس من وراء المبالغ اللي حاطين. في نبش هيدا I added it on purpose لأنه كمان في منها بالعربي، وهي أكثر لشرك كمان عم بيفتشوا على freelancers in the MENA region. وكمان هون بتشوفوا كل الكاتيجوريز الاشغال اللي معه تقدروا تشتغلوها على نبش. هلا نبش بيشتغلوا هن بيعملوا الماتشنج بين الشركه وبين الفريلانسر، مش مثل ابورك انتم بتقدموا بروبوزل وهن ريتش اوت يو، بينما البزنس موديل تبع نبش انه هن بيعملوا ماتشنج بين الشخص وبين البلاتفورم. هلا انا نصيحتي لانه حنشوف 10 بلاتفورم، دونت جو توداي and create profiles على 10. try to choose سحل البلاتفورم بالأول، شوفوهم شوفوا أيه بيريحكم أكثر، try to do some research انتوا لتشوفوا أيه أحسنكم and try to use two. ما كثير تعملوا توزعوا الأفرت تبعكم عليهم كلهم، لأنه ما تقدروا تطلعوا vertically يكون بروفيتكم قوي على بلاتفورم معين. في عندنا Crossover هي من أكثر البلاتفورمز اللي بتعطي مبالغ عالية، يعني إذا شايفين هون أنتوا $800,000 بالسنة، $400,000 بالسنة، المبالغ كثير عالية، بس بسألكم عادة كيف Crossover بيشتغلوا. يعملوا لكم أونلاين تاست، بيقولوا لكم if you cross هيدا الأونلاين تاست you're hired directly، بس it's very 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 hard to cross هيدا التاست، بس definitely في عالم بيقطعوا للتاست عشان هيك بيقدروا يلاقوا وظائف. So Crossover اللي هي highest paid
تقريبا بس لتقدروا انصتوا to land a DMC أو to land a drop fear it's not easy at all. Slack job كمان اللي هي فيها remote work flexible working hours لأنه في أساس يجب أن الواحد يكون full time available على 6 شهور. Slack job بتلاقوا أكثر نوع الوظائف اللي أنا فيه مثلا حط الساعة ساعتين أو 3 ساعات في النهار مش أكثر. وكمان في بقلبه كل هيدول الكاتيجوريز تبع الشغل. So everyone could have a chance. حتى مثلا اللي بيشتغلوا بالانشورنس اللي بيروحوا ببيعوا الانشورنس كانوا لكل حدا every day. هلا مع الكورونا كل العالم قاعدة ببيوتا. It's not an easy task anymore. بس فيهم هيدا الاكسبرتيز اللي عندهم اياها والسكيلز اللي عندهم اياها يقدروا يستعملوها on this platform. في كمان mold.com. هلا هيدا اكثر بتستعمل بارض يوروب. وأكثر يعني كمان زيادة تعمل بالتك بس إنه ده هو البلاتفورم اللي أكثر شيء شرط من أوروبا عدد بحط عليها وظائف وهاي كمان أنتوا تشك لأنه كمان بريموت ورك ما بعرف كمان إذا بتعرفوا بأمريكا كتير صار عم بحطوا ريموت ورك لأنه دونالد ترامب عملها كتير صعبة إنه أشخاص يجوا يعملوا لهم سبونسرشيب ليأخذوا فيزا عمل ويروحوا على أمريكا. كثير أغلب الشركات كانوا عم يعطوا ريموت ورك بس هون you need to take into consideration the difference between لأنه رح تضطروا تعملوا ميتينج معهم فكمان تكونوا بس محضرين لهذا الموضوع أنه يمكن يردوا عليكم بالليل so you need to be flexible من ناحية الكوميونيكيشن إذا كانوا الشرط بيفان سترين كثير دفل. كمان في فريلانسر وأجل هيدول أنا حطيت التوب 10 في محل معين بيشتغلوا بعض هيدول البلاتفورم. أنا personally I've worked on Upwork before يعني I see it one among the best بس Upwork من الأشخاص اللي بياخذوا أكثر شيء نسبة اللي هي 25% وهني كمان بياخذوا نسبة أقل. So again I would advise you also to go and try to check freelancer تقريبا it's more related to technical work مش كل الوظائف أكثر technical work في قصص ثانية بس ما ملاحظين إذا بتشوفوا هون it's more related to people مع programming or technical background. كمان في سبتار وإذا هون شايفين مثلا مثل سبتار.com إذا بتطلعوا هون بتلاقوا مثلا Airbnb في شركات كتير كبار بيحطوا freelancing jobs لأنه مش بس أنا يعني الشرك نصيا كل ما عندهم project يقدر يوظفوا حدا فول تايمر عنده. مجبورين محلات كثير يصير يوظفوا اشخاص for a certain period of time بس as freelancers حتى لو لست شهور احسن ما انا اجيب حدا فول تايمر واوصل لمحل كثير عم بدفع معاشات لانه المعاشات is something huge على الكومباني ما يكون عندي enough project. So ما بدي تكون نظرتنا للريموت ورك از انه مثل شغل الفريلانسر انه شركات مش مهمين لانه بكره بس تفتح الويب سايت and you navigate فيهم حتشوفوا انه top companies worldwide are trying to seek freelancers and that's why they're paying good amount of money. كمان في outsourcery في فلايم هون خصوصي للأساتذة هيدا اللي أنا دلالي عليا صراحة رفقات اللي هن بالعراق لأنه كمان لما محل معين ما عنده يقدر يطلع من العراق من البيت محل يقدروا teachers يحطوا الكورسات طبعاً أونلاين ويعملوا private tutoring أو حتى يقدر يكون عندهم يعني الكورس لأنهم so هيدا أكثر oriented teachers وهون الأفرج حاطينكم أنه تقريباً الأستاذ اللي بده أو المعلمة اللي بده يقعدوا وقت على هيدا الابليكيشن عم بيطلع $550 on weekly basis في الأسبوع هيدا on average so هيدا mainly oriented أكثر للأستاذ أو الأشخاص اللي بده يعملوا mentoring أو coaching one on one but students one. كمان we have Google applications وهون إذا بتشوفوا عنا 800,000 شركة بتحط على Google freelancing job صاروا دافعين 1 million invoices for freelancing يعني again عم حطهم أنا هيدول بس تشوفوا سكيل وقديش الأفق واسع بالريموت ورك حتى لو تحسن وضع لبنان حتى لو الفاينانشال كرايسيس يمكن ان شاء الله بتخف ومع الكورونا اتس اولويز ا جود اوبشن للاشخاص اللي ما بيحبوا يضلوا قاعدين محلهم يعني في اشخاص بيحبوا يقدروا يشتغلوا من محل ما بدهم ريموت ورك جيفز هيدا الفلكسبيليتي للاشخاص اللي هن ما بيحبوا يقعدوا محل واحد يعني شغله بيحبوا يقدروا يشتغلوا ويكونوا مرتاحين
wherever they are. So this is a good opportunity. I'm not gonna go into هيدا الفكرة in details, very high level. لما تصيروا كتير قوية البروفايل تبعكم على remote work platform, يعني مثلا ما بعرف فرضنا شفيق عم يشتغل على remote work platform وصار البروفايل تبعه كتير كبير وعم يجيب كتير projects أكثر ما هو بيقدر يحمل. You actually في كتير عالم they hire people in the background. يعني أنا بوظف اثنين معي بالتيم. البروجيات اللي عم تجي بشتغلهم انا وياهم بس بنكون عم نستعمل لانه هون كفريلانسر يو كان كريت بروفايل از فريلانسر مش از كومباني. فبكون انا يمكن بروفايل لشخص فريلانسر بس ان ذا باك جراوند بكون عندي غير 3-4 اشخاص عم يشتغلوا وانا بقدر اقسم المهارة اللي تعرف عليهم. هيدا اللاست بوينت بيفور نختم انا اخذتكم 12 دقيقة. Pioneer هي exactly مثل PayPal. لما تتعامل لكم أول ما بلشنا بالسيشن إنه how you want to get paid the remote work. فيكم أنتم تحطوا bank account. بس اللي هو خايفين أنا ما يعني مثلاً بعض عودة هلا عم يعطي fresh money بيطلعون بس أنا I don't trust Pioneer bank. كل يوم بيطلعوا بخبرية جديدة. Pioneer هي exactly مثل PayPal card. شركة بتحولكم عليها. كأنه معكم أنتم digital wallet كتير. كأنه wallet صايرة. هلا من الكارد فيكن تحولوا على البنك أكونت تبعكم as fresh money وتسحبوا الدولارات. فيكن من الـ ATM تسحبوا. فيكن إذا سافرتوا تستعملوها برات لبنان. عشان هيك قلت لكم إنه it's not optimal لأنه مش أكيدين إنه البنوك رح يعطونا هن كلهم بالدولار. بس على الأقل الواحد عارف إنه هيدول المصريات عندي موجودين. بقدر استعملها كدبت كارد عادية. بقدر استعملها برات لبنان. وإذا حدا سافر برات لبنان في توست درو الماني من برا أو حولها لأي بنك أكونت بديه واسحب المصاري منها. أنا عم تراين تو دو أديل مع بايونير لأقدر لأنه هنا بياخذوا على ترانزاكشن المصاري تو تراي تو جيت أ سيرتن ديل للبنان لأنه تراين تو أدفوكيت فور ريموت ورك يقدروا هم يشتغلوا. أنا مطلع لشيء يعني بس أوضحها بس لأنه هلا كل ما نحن نسحب 100 دولار بياخذوا يمكن 5 دولار بايونير من الكارد. So, كيف إذا نحط برومو كود معين كثير بياخذوا أقل بس definitely بدهم يكونوا في عدد أشخاص معينين طالبين الكارد لحتى لا يقدروا يعطوا هذول ال discounts على المبالغ اللي بتتحول. عم جرب بس أشرح لكم هن بايونير كيف بيطلعوا مصاري. بيطلعوا مصاري بهيدي الناحية إنه أنا لما I withdraw money أو بحول على bank account يا بياخذوا 5 دولار يا أما 0.5% أو هيك different rate. بس هيدا الويب بيج تبعها اللي فيكم تعملوه يو كان جو كرييت ان اكونت على بايونير وبدكم تطلبوا الدبت كارد لتوصل على لبنان. عاده بتاخد الدبت كارد شهر لتوصل. هلا انا اي وود سي اذا عملتوا اليوم الاكونت وطلبتوا الدبت كارد لتوصل على لبنان على محل معين مين وايل بلشتوا انتم تعملوا البروفايل تبعكم يعني التايم فريم يعني كثير منيحه. بس انه انا اي وود ادفايس تو دو هيدا الكارد as soon as possible لأنه حيلا حدا بدي يدفعكم من برا. أنا عم قبل حدا يدفع يحول على هيدا الكارد على أن يتحول على البنك ويلا جوا. يعني this is a personal choice بس أنه it's our time the best مع الوضع الموجود هلا لأنه نحن we don't have PayPal and all of that from the internet. I'm checking بعد الأسئلة. هلأ بدي أقول أنا شيء هلأ so you can contact me if you want on LinkedIn. أشخاص عم يسألوا إذا فينا نعمل أكثر على ال personal branding another session. Feel free to go on YouTube check the available videos to avoid redundancy. وإذا you need topic معين to cover it I will be happy to do it and to post it كمان هونيك. definitely إذا لقيت إنه كذا شخص كمان عايزينه لهذا الموضوع I'll be more than happy to do it. وبدي أشوف بعد كمان let me put the question. I would like to tell you if you have any questions, please try to write them down. لحتى لما أخذكم أكثر من هيك discussion. No questions? You look interested. But who is interested to work in remote work? Allah. See, can't handle unmute. I saw some حدا interested in remote work. وحيدر يستعمل application.
نو في ثلاثة أربعة كيف ابتسامات بس البقوة حتى الفيديو هدم يعني so I don't know anyway أنا بس بدي أقولكم إنه hopefully it was beneficial for you إن شاء الله بعد هيدا الأزمة نرجع يعني نعملها face to face training and أنا I used to do a lot of key workshops يعني حتى بالمناطق بلبنان جربنا تكون سريعة بساعة بطيئة غطيناها سرعة لأنه we wanted to wrap it up with أكيد سارة thank you so much. وما نصير ذاتيكات لأن أنا حتى مع يعني التلاميذ والأشخاص اللي عم تشتغل معهم كله هيك بحس إنه في هيك أجواء people are down but I don't think we have another option غير نضل عم ننبش على الشيء الحلو ونضل نشتغل على حالنا and think هيك positively moving forward. Sara, thank you so much. I'm smiling. I think exactly. It's a step forward exactly. ما بعرف إذا هون قصدنا على الـ tracking system بالـ full-time job ولا على الـ remote work platforms بس إجمالاً كل remote work platforms عندها their own way of notifying your people على الـ applications طبعاً وعلى الـ proposals طبعاً إذا تقدم كرمال فيانير اللي أجرى أشرحها أنتوا بيصير عندكم هيدا الـ card الشركة بتحطوا رقم الـ card طبع فيانير مثلاً فرقم الشركة بتحولكم $50 تحط $500 يعني كيف أنا عندكم حساب أنتوا حساب إلكتروني إذا بدنا ديجيتال أكاونت موجود في محل على الكلاود إذا بدنا فبتحول الشركة $500 على هيدا الديبت كارد اللي هي تبعكم أنتوا من الصعب كيفكم تحولوا على البنك أكاونت تبعكم أو تو ويثدرو كاش من الاي تي ام بس هلا بلبنان ما في دولار بالاي تي ام يعني International restriction هلا pioneer بلبنان ماشية لأنه نحن we using it ماشية في حيلا شركة بالعالم فيها تحول على pioneer card ولبنان البنك في لبنان بيقبلوا تحولوا من pioneer على البنك أكثر تبعكم وإذا أنتم معكم إياها وسافرتوا you can use هيدا الكارد برا عم نسأل على الرجيم الكيني صح هلا هن في منهم بيقولوا لكم تعملوا update I don't have the best way now to craft the test.
اللي انا يعني اثنين ثلاثه تكرار ستات اللي بعرفه انه لانه عندكم كمان ما فيكم تقدموا ورا بعض بتوصلوا لتجربه على الارض زي فيلد ثلاث اربع مرات لحتى يقدروا يعملوها. بس بالنسبه لما نحكي نحن I don't know anything about the job fair to be very honest. بس انه كلمه available in Lebanon we all know في عنا VPN يعني ما في شيء انه available or not in Lebanon. We can all open VPN انه نحن بسنغافور او US او whoever ويو كان يعني يو كان ورك اون ات. سو هي الله شيء بتلاقوا انه restricted access من لبنان يو كان داونلود ذا VPN tool and try to log in and navigate. سوري انا عم شوف 34 Should we add job-related skills on the CV? هلأ على الأكيد أنا definitely I need to add my skills on the CV. But أنا بدي أحط كمان skills تقولي قديش هن قوية. I just want to try to show you something. وهنا أنا مثلاً بتشكن بال دروب بوكس تبعي. Thank you. Habib. Just to give you an example. هيدا my latest CV اللي أنا عم بشتغل فيه مع بارا. مثلاً هون بالسلسة اللي حاطتهم هيدا البارت من الانفوجرافيك that we can use. يعني مثلاً حتى computer mobile network حط addition level تبعي. حتى باللانجوج نحط addition level. هلا باللانجوج بس النيتيف لانجوج نعبيها البقوة لا كل شيء سيرتيفيكت بنحطهم اذا اخذين اووردز او اونرز كمان بنحطهم education محطوطة مثل ما شايفين في سكشن كبيرة خاصة بالكوميونتي ورك وفي فوق الورك اللي هو من عمل مع البلاتفورم يعني الافيلابيلتي تبعنا على السوشيال ميديا وهون تحت الاسم حتى انا الهيدلاين هيدا الهيدلاين هو ذاته اللي موجود على الانترنت اللي هو مثلا شو اول ليبل بدي العالم يعرفوني فيه لهيدا الجوب اللي انا عم اقدم عليه يعني هيدا انا عم شارجت لانه مع الكومباني that I'm working with remotely كمان هلا بـ UAE so I'm currently working as a product that project manager so I want to orient my CV to tackle this point of view في ريتشارد عم بقلكم if you pass a certain exam above 100 you pass crossover هلا اتلوت اوفر اجين كمان الستاف تبع كروس اوفر كمان الديفرنس على ويتش تايب اوف جوب كمان يور ابلاين انا اي ود هاف لاف تو انسر اول يور كويشن بس انه اي اوريدي كلاس 30 مينتس من الوقت تبعنا بس هيك انا بس بلش اصلا هيك بتحمس و اي لايك تو سي اول ذا انفورميشن بيفور وي راب اب ام جونا رامب ات اب ناو ريلي اي هوب اجين ات واز جريت فور ايفري ون Stay home. And let's all try to rebuild a better place for us and for everyone around us. Thank you, Sara, for this meeting. Thank you, Sara. Thank you, Shabab. Thank you, Shabab. Thank you, Shabab. بتمنى عليكم تعملوا فولو لسارة وتعملوا فولو لجيف ليدرشيب وهذا هو I will share أنا في شيء ما شفتيه هلا اللينك تبع الشانل والبي دي اب so feel free كمان to contact them على جريف ليدرشيب if you need more details about this لحتى لأنه عملوا consultation أنا أبعثكم anything that you want. Thank you so much. Bye. Thank you, Sara. Thank you so much, Sara. Thank you so much. Bye. Thank you. Bye.